وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا رب. اتفضلي. كنت عايزة اسأل حضرتك، ابن اختي عنده 5 سنين بس بيخاف جدا. 5 سنين؟ بيخاف من ايه يا حسناء؟ من اي صوت عالي. يعني الصوت العالي وايه كمان؟ ها؟ ولو دخل في ضلمة او كده. ده ولد وحيد الاولاني؟ لا هما ثلاثة، اول واحد بس هما ثلاثة يعني. ده اول واحد. توقعت. وعندي اللي بعده كام سنة؟ معلش جاوبيني على الأسئلة دي عشان بس إن أعرف أجاوب. اللي بعده كام سنة؟ 3 سنين و6 شهور. 5 و3؟ وسنة وست شهور تاني. وست شهور، تمام. بابا موجود؟ موجود. ومفيش مشاكل في البيت ولا خناقات ولا زعيق ولا الكلام ده؟ لا مفيش أي حاجة. طيب بس هي أي حاجة بتأثر فيه يعني. إيه راح حضانة من سن كام سنة يا حسناء؟ نعم؟ راح حضانة؟ راح حضانة، بس هو المشكلة إنه هم قاعدين لوحدهم في الشقة، فمفيش مش بيطلعوا أصلاً خالص. إيه ده؟ عكس أخته اللي بعديه، يعني أخته ما شاء الله جريئة جداً. لا أنا مش مفهمتش حتة إيه قاعدين لوحدهم. يعني من الحضانة للبيت ومن البيت للحضانة يعني؟ طول اليوم اللي باب الشقه مقفول عليها. مامته بتشتغل؟ لا مش شغاله. مش شغاله. ودته حضانه سن كام سنه؟ تقريبا 3 سنين. طب تمام. اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني هقول لك، ويا ريت يعني ايه تكتبي اللي انا هقوله دوت وتقوليه لاختك، او تخليها تسمع. حاضر. وتخليها تسمع اللي انا بقوله ده. الطفل في السن دوت بيخاف نتيجة أسباب كتيرة جدا جدا. احنا بنقول من سن 3 سنين، لو انتوا تفتكروا في أدوات التربية قلنا من سن 3 سنين أنا بعمل حاجة اسمها ترتيب لبعض المجالات. المجال الثقافي أنا شغالة عليه، المجال الإيماني والتربوي والسلوكي، إزاي أعلمه في بعض المهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين، وإيه الكلام والجمل اللي بتتقال. من 3 ببدأ، وممكن من قبل 3 كمان لو ابني بيستوعب. وأنا أعرف أمهات اشتغلت مع أولادها من سن سنة وثمان شهور وسن سنتين وسنتين ونص، زي ما بقول لكم كده، والكلام ده متسجل لاولادهم على شرايط وسيديهات. سن 3 سنين سن جميل ان احنا نبتدي. انا لما اتسالت الحلقه اللي فاتت وجات لي اسئله كتيره جدا جدا، عجبت السؤال المره اللي فاتت، اودي الحضانه سن سنتين وكده، انا مع ضد الكلام ده طول ادم انا ام مش بشتغل وقاعده في البيت ورايا اولادي فقط وكذا، ارعاهم لحد على الاقل 4 سنين او 3 ونص، الابن يبتدي يعرف ان هو يتعامل، يعرف يخش حمام، يعرف يعمل ايه، مفهماه يعني ايه يتعامل مع الاخرين، وقت دخول الحمام ايه الاداب، وقت خروجه مين يشوف مين ما يشوفش، اللمسات المقبوله واللمسات الغير مقبوله، الجلسه المقبوله والجلسه القبله المقبوله والقبله الغير مقبوله، السلام انه انواع، الكلام ده كله انا مفهمه له، فهي استوعب من سن 3 ونص وانت طالعه. الخوف له اسباب. هل حد بيشخط فيه؟ حد بيبرق عليه؟ طريقه كلام، في صوت عالي في البيت فهو بيعمل، او هو اتعود على ان كذا، ومره واحده او كنا ساكنين في بيت كان صوته الدنيا هاديه والكلام ده، مره واحده لا سكننا البيت كله كذا فالولد بيتسرع. طريقه تصحيته من النوم في سرعه، مش هقول يعني غضب ولا بتاع، ولكن في سرعه ولهفه من الام عشان تلحق حاجه معينه فبتصحيه بطريقه معينه، فالولد بيتخض ويخاف. ايه اللي بيخوف الولد؟ مفيش اي حاجه من قلتها داخل البيت. بره البيت في حد بيرهبه؟ في حد بيتنمر عليه؟ في حد بيتحرش بيه؟ ايه خايف من ايه؟ الخوف هو عرض لحاجه، ايه هي الحاجه؟ لازم اعرفها. بقعد مع ابني وبساله مش باخد، انا قعدت وسالت، لا مش من اول مره، ده انت بتقعدي مره واثنين وثلاثه واربعه، وكل مره بتاخدي كلمه ولا بتاخدي حرف من جمله وبعد كده تكملي وتبني عليه. كل الكلام ده بيساعدني اعرف ايه المسبب اللي بيخلي ابني كذا. عرفت المسبب اللي بيخاف من الضلمه، ايه يا حبيبي اللي في الضلمه؟ ها تحت السرير، يا ممتاز جدا، ده احنا هنعمل زحليقه وسكيتنج تحت السرير دلوقتي، وانزل تحت السرير. ايه اللي تحت السرير حبيبي؟ تعالى نشوف ايه، فين ابو رجل مسلوخه ده، فين مش عارفه مين، وقعدت تقول لك مسميها جليله وحاطه لها ايدين مسلوخه فيها العيال، انت بتعملي ايه؟ بتقول لها مش سكتوش الا كده، قوم جايه مدخلاهم فاتحه الباب مورياهم الجلابيه السوداء، يقوموا جايين واخدين قاعدين ساكتين. غلط
غلط، ده انت بتطلعي ابنك على الجبن، فما ينفعش. فانا اشوف الاسباب دي، خايف من الضلمه اروح في الضلمه، خايف من كده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش ضلمه حتى ما بنيهم بيبقى ضوء خافت بره، وبقعد معاهم في السرير، بقعد معاهم في الفتره بتاعه النوم ديت، وبقول بقى يا سلام قصص ما قبل النوم، عندك سيره وعندك احاديث وعندك صور وعندك حاجات علميه بتحكيها ومعلومات صحيحه عن العصافير، عن الشجر، عن المكنونات، عن الخشب، عن الاقلام. بص مش عايزه اقول لك كتاب قد كده تقدري تعملي، مش اقصد ان في كتاب كده، انت وشوفي ابنك محتاج ايه، ايه المعلومات اللي في على الدنيا اللي في المرحله دي اللي ابنك لسه ما يعرفهاش. كل ده بعمله ايه؟ عشان الخوف، وكل ده بعمل عشان بقلل وبطبطب عليه وبعمله وبنام معاهم في لحد ما ينام، وبعد كده بقوم اذكر النوم وانفض السرير واعلمه بقى واقول له ده في كذا، ولازم الحشره دي ثبت انها ما بتروحش الا بنتنفيض، ومش عارفه ما بيحصل ايه، ويلا اذكر النوم ويلا كذا ويلا خلق. كل ده بيبقى نفسية هادية جدا، الولد ما بيخافش وبيبتدي حبة بحبة. بس برضو أرجع أقولك للسبب الرئيسي، أعرف سبب الأمر إيه عشان أعرف أعالجه.